السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا متابعي القناة الكرام. اليوم إن شاء الله نكمل الدرس الثاني من مجموعة الدروس المتعلقة بالخوارزميات algorithms، طبعا الخوارزميات وهياكل البيانات أيضا. هذا هنا بعد ما تكلمنا بالدرس السابق عن ما تعريف الخوارزميات وهياكل البيانات وأعطينا نظرة يعني مبدئية عن الموضوع، اليوم راح نجيب على السؤال المهم جدا يعني اللي هو هل أتعلم الخوارزميات أولا أم أساسيات لغة البرمجية معينة؟ الخوارزميات أولا أم أساسيات لغة البرمجة، أو هل أتعلم الخوارزميات أو أتعلم لغة برمجية بالبداية؟ الجواب أيضا يتعلق بما هي الخوارزميات مرة أخرى. احنا شرحنا الخوارزميات، قلنا هي عبارة عن خطوات أو إجراءات خطوة بخطوة لحل مشكلة معينة. هذه الخوارزميات، قلنا ممكن تعملها على شكل مخطط، ممكن تعملها كتابة. لذلك أكو نقطة مهمة قد جزء ما انتبهت عليها بالدرس السابق وما ذكرتوها بشكل واضح، يعني انه الخوارزميات هي فكره، يعني الخوارزميات ابد لا تخطر ببالك انه الخوارزميات هي عباره عن هذه الكتاب المكتوب، هاي الامور اللي تشعب بالكتب او بالفيديوهات الى اخره، اللي هي على شكل خطوات يكتبها بلغه اشبه بلغه برمجيه. هذه ليست خوارزميات، هذه تمثيل الخوارزميات. هذا جدا مهم تتفهم، جدا مهم هذا الامر. فالخوارزميات هي فكره، هي خطوات كفكره بالعقل، يعني انت الخطوات هي بنفسها اللي هي الخوارزمية. انت كيف تمثلها الخوارزمية بعدين؟ ممكن تمثلها على شكل كتابة اللي تشبه اللغة البرمجية، اللي عادة يطلقون عليها الخوارزميات، لكن هي خطأ طبعا. هاي ليست الخوارزميات بذات، هاي تمثيل الخوارزمية. يعني اتمنى تكون هاي الفكرة واضحة. يعني فهذه ايش اسمها؟ هذه انت تعطيها اسم معين، اسمه بسيدو كود، يعني الكود الوهمي. يعني الكود الوهمي يعني هو اشبه بالكود، تكون بيها اف، بيها ذين، بيها فور، بيها الامور الموجوده عاده بكل لغات البرمجه، لكن هي بسيدو كود، يعني كود وهمي. يعني هو اذا عملت الكومبايلر ما يفهم، مثل ما قلنا الكومبايلر ما يفهمه، يفهم اللغه البرمجيه وليس يفهم البسيدو كود. فهذه طريقه لتمثيل الخوارزميات. طريقه اخرى اكو لتمثيل الخوارزميات هي المخططات، وهي افضل احيانا. يعني انت خاصه انت كنت مهندس برمجيات او تعمل مثلا على اندرويد ستوديو مثلا، او تطوير مواقع او بالتطوير المواقع الانترنت، المخططات كثير افضل لك انت. طبعا اكو مخططات ليس فقط مخطط راح نذكرها ان شاء الله بالمستقبل، يعني ما ليس فقط مخططات، فقط مخطط يعني عادي انت تعمله بيدك. اكو مخططات مثل يو ام ال، الدي اف دي، الاي ار دي، الى اخره من المخططات. فاكو كثير مخططات يعني جاهزه، انت فقط تتعلمها اساسيات هذه المخططات شو تعملها وتمثل الخوارزميه عن طريقها. فهذه الفكره. فالخوارزمية طبعا اكو اختلاف بيها هذه الامور، يعني اكو يقول لك تعلم خوارزميات او حتى اكو كتب، يعني شوف مثلا هاي الكتب هنا، مثلا هذا الكتاب، هذا الكتاب جيد جدا طبعا، اللي هو Data Structure and Algorithms DSA. هذا الكتاب هنا ما تطرق لاي لغه برمجيه، هنا راس نشوف جي عمل لك، شوف ذكر لك الخوارزميات هنا. الخوارزميات هنا ليس بالمفهوم العام، هنا ذكر الخوارزميات الموجوده المعروفه، يعني كما ذكرنا نوعين من الخوارزميات انت تعملها، واكو خوارزميات موجوده معروفه، يعني اذا احتجتها انت نادر ما تحتاجها، لكن اذا احتجتها تفيدك، موجوده هنا، يعني ما يحتاج انت تعيد اختراعها من جديد، يعني موجوده هي، فبس تطبقها انت، تطبقها باي لغه برمجيه. فهنا شوف دا اعطاك الداتا ستراكشر. الداتا ستراكشر ما هي؟ مثل لينكد ليست، التري، الراي ليست، الهاش ماب، هاش تيبل، اكو عشرات الداتا ستراكشر اللي هي هياكل البيانات حتى تطبق عليها الخوارزميات. فهنا شوف عرض لك هياكل البيانات حتى تستفاد منه، قلنا ايش تستفاد منه اذا عملته، اذا تعلمته حتى تعرف تختار بيانات. يعني هنا بعدين عرض لك الخوارزميات، شوف هنا خوارزميات السورتنج، الترتيب. شوف اكو عدد خوارزميات راح نجي عليها وحده وحده طبعا، البابل والميرج، الكويك، الانسيرشن، الشيل، والى اخره من اكو خوارزميات اخرى ايضا للترتيب. خوارزميات الرقمية، خوارزميات البحث مهمة جدا، خوارزميات عدد كبير من الخوارزميات اكو. شوفون اذا تجي شوف نطبق الخوارزميات، شوف مثل هاي الخوارزمية كنطبقها، شوف كتبها بسيدو كود، هذا نقول عنه بسيدو كود. شوف خوارزمية ذكر اسمها، ذكر المتغيرات اللي تريدها، هاي ممكن تحولها بأي لغة برمجية إلى دالة. فيقول لك هنا أو الهدف منك شنو؟ الهدف اللي تريده، يعني المخرجات، يعني هنا اللي مدخلات مالها شني، هنا المخرجات يعني الهدف. هنا شوف شرح لك إياها بهاي الطريقة. فشوفوا ليش يقول لك الان يساوي هيد، ليش عملها بهاي الطريقه؟ يعني احنا قلنا يساوي باللغه البرمجيه اذا كتبته، اذا تريد تحط يعني اذا تريد الان مثلا تساوي هيد، يعني قيمه الهيد وضعتها داخل الان،
فباي الطريقه انت تقول باي الطريقه تمام. ليش؟ لان باللغه البرمجيه بس يساوي، لكن بالرياضيات اللي ما يعرف لغه برمجيه ما حيفهم. اذا شاف يساوي راح يتصور انه هاي مقارنه، قد قارن بين الان والاف، الان يساوي ولا يساوي الهيد الى اخره. فلذلك يعملوها باي الطريقه. انت ممكن تعمله باي طريقه. بعدين ايضا يستخدم الوايل، يستخدم الاف، الاند وايل. ليش يستخدم هذول الامور؟ الريتر ليش هاي يستخدم؟ لان هاي موجود بكل لغات البرمجه، كل لغه برمجيه بيها وايل، بيها اف، بيها الريتر، بيها هاي الامور كلها. فلذلك هاي ممكن تستخدمها انت بالخوارزميات، اي واحد ممكن يفهم حتى اذا كان ما مبرمج. يعني هي تقريبا باللغه الانجليزيه الوايل ما هي؟ بينما، تقول بينما هكذا الشرط هذا عمل فلان شيء، اف يعني اذا كان هذا رجع لنا هاي القيمه الى اخره من الامور. فلذلك شوفونا استخدم فقط الابسيدو كود، ما جاء الى لغه برمجيه. لكن انا برايي وبراي كثير يعني انه هاي خاطئه. انت ما ممكن تفهم بهاي الطريقه كل شيء، ما تفهم انت اذا ما تطبق الخوارزميه بايدك وتشوف النتائج ماله، صعب جدا انك تفهمها. فابدا انصحك انك لا تجي هكذا كتب او هكذا كورسات بيها فقط خوارزميات بدون تطبيق. الافضل انك تتعلم لغه، يعني عندك شوف خيارين عندك، هو اللغه البرمجيه مرتبطه بالخوارزميات بعلوم الحاسوب، اللغه البرمجيه مرتبطه بالخوارزميات. يعني انت الخوارزميه فكره تطبقها عن طريق اللغه البرمجيه. فلذلك الخيار الافضل انك انت من تتعلم لغه برمجيه انت تتعلم الخوارزميات معها. فلذلك تعلم اساسيات اللغه البرمجيه بالبدايه، انت يعني انت يعني اوريدي هتتعلم الخوارزميات ايضا. يعني انت بتعلم مثلا كيف تعمل جمله الفور، جمله اللوب، جمله الاف الذين، انت هتتعلم خوارزميات ايضا. من تتعلم فكره هذه العمل ماله هتتعلم الخوارزميات بنفس الوقت. يعني الكورس اللي انا عملته مثلا بالكوتلن اللي بديت بينه من البدايه، انت اذا فهمت هذا الكورس انت فهمت ايضا نوع من الخوارزميات، فهمت جمله الفور شلون تعمل، فهمت جمله الاف والذين شلون تعمل، فهمت شلون نعمل امثله عليها بسيطه يعني. فانت فهمت خوارزميات هنا. فالافضل انك تتعلم اساسيات لغه برمجيه اللي هي عن طريق ايضا تعلم جزء نوع من الخوارزميات ايضا، للتفكير خطوه بخطوه لحل مشكله معينه قلنا. بعد ما تكمل اساسيات اللغه البرمجيه تعال الى الكتب اللي تعلمك خوارزميات، الخوارزميات اللي جاهزه مثل الخوارزميات اللي قلنا ما تفيدك انت عمليا، يعني نادر نادر ما تفيدك عمليا هاي الخوارزميات. تفيدك تعرف وين؟ تفيدك بالذكاء الاصطناعي مثلا، تعمل امور تحتاج ذكاء اصطناعي، العاب وما العاب والى اخره. هاي تفيدك لانك خوارزميات جاهزه مثل خوارزميات البحث، خوارزميات من ماكس، خوارزميات الترتيب على شكل تري والهاش ماب، عفوا هاش تيبل. فهاي صعب جدا انك تفهمها، انك مثل لعبه الشطرنج مثلا صعب جدا انك تعملها هاي بدون خوارزميات جاهزه. انت ما تعرف، صعب شلون تفكر شلون تعمل، شلون تعمل اللعبه، ايش خطوات، ايش تمشي. لازم تعمل تاخذ خوارزميات جاهزه وتطبقها انت بلغه الجافا والكوتلن او لغه او لغه السي مثلا. فلذلك هاي الفكره، يعني لازم اول مره تتعلم اساسيات لغه الافضل، بعدين تجي على الخوارزميات اللي هنا مثلا. شوف مثلا هذا الكتاب، هذا رائع جدا، Problem Solving with Algorithms and Data Structure. هذا هنا شوف يطبق الخوارزميات نفس الشيء ايضا، لكن ايضا الداتا ستراكشر، لكن عن طريق لغه البايثون اللي هي لغه سهله جدا. فهنا شوف رائع جدا، ممكن تطبقها على اي لغه اخرى. شوف مثلا هنا اذا جيت على هذا الكتاب، شوف الناتج قدامك، ما بس خوارزميه كتابه ما تفهم كل شيء منه انت. شوف ايضا بعدين جي على الخوارزميات هنا، شوف امثله بسيطه يعني. كما قلنا طبعا الخوارزميات اللي الجاهزه اللي موجوده السورتنج الاخري اذا تعلمها كما قلنا انه ما حتفيدك، على اغلب الحالات ما تفيدك هي، لكن تفيدك بانك انت يكون عندك فرض نمط معين حتى تحل المشاكل. لما تصادفك مشاكل ادت مشاكل تشوفها مثلا حلوها هي عن طريق الخوارزميات، مثلا الترتيب، مثلا السوابينج تحويل، مثلا السيرج البحث. فشوف انت حتى لو ما تحتاج انت لهي الخوارزميات، احتمال مثلا البحث تحتاجه ممكن، لكن غير خوارزميات احتمال ما تحتاجه انت مثلا، لكن صار عندك فكره شو تنحل المشاكل. فانت من تشوف مشاكل تنحل، انت شنو هدف الخوارزميات والبرمجه؟ حل المشاكل، بروبلم سولفينج. فانت من تشوف عندك شو يكون عندك قابليه على حل المشاكل، اهم شيء تكون لازم انت كمحلل ومبرمج انت حلال مشاكل لازم تكون. فحل المشاكل ايش هي؟ خبره اشون عن طريق رؤيه مشاكل قدامك شو حلوها قبلك، وعن طريق انه انت تحل مشاكل. بهاي الطريقه راح تنمو عندك هاي المهاره، مهاره حل المشاكل. فاتمنى تكون هاي ايضا الفكره واضحه لان جدا مهمه ايضا. فاتمنى هاي حاليا وصلت الفكره. هل اتعلم الخوارزميات اولا؟ الافضل انك تتعلم اساسيات لغه برمجيه اولا، افضل من تعلم الخوارزميات اولا. طبعا عندك مثلا هاي، شوف هنا، شوف مثال بسيط على الخوارزميات. شوف عندك مثلا هذا المثال هنا قدامك. طبعا هذا المثال اللي بالبدايه راح تشوفه معقد، يعني انت شلون تحل هذا المثال؟ ايش تعمله؟
اغلب الناس خاصه اللي يدرسوها بالجامعات وبلاي الامور فيجيب لي مايل امثله ومشابهه، وطبعا امثله كثير اعقد من هذه، هذه بسيطه يعني. فاول اغلب يحفظوها، يعني يحفظ الفكره، اذا تحفظ ممكن سهل تكون، يعني يمكن هاي 4 اصناف تنحل برمجيا، فكو كثير يحفظوها، فلذلك يواجه الصعوبه هذه. انت اذا حفظت مثلا هذه، انت بعدين اذا جاك غير شكل، جاك شكل مثل هذا النجوم مثلا غير شكل، لكن راح تقدر تحله؟ مستحيل راح تقدر تحله. اذا جتك مشكله انت بحياتك العمليه، مشكله تريد تحلها برمجيا، راح تقدر تحله؟ مستحيل تحله. انت هذا الشكل ممكن ما راح يفيد شيء اذا حليته، يعني ممكن اذا عملت هاي النجوم ما راح تستفاد شيء، يعني اقول ايش يفيدني هذا النجوم؟ لكن صار عندك قابليه انك تحل مشاكل اخرى راح تصادفك. فشوف حاليا انا جاي هذا الشكل مثلا النجوم، هذا الشيء انا افكر بينه انا. انا راسل لك هاي نجمي ثم نجمتين ثم ثلاثه اربعه، هذا التفكير ما الحاسوب يفكر، الحاسوب ما يفكر بهذه الطريقه. انت حاليا ما تقدر تحل مشكله، لازم تفكر مثل ما يفكر الحاسوب، تفكر خوارزميا بشكل خوارزمي، يعني خطوات، لان الحاسوب يطيق حل على شكل خطوات. حاسوب ما ممكن يشاهد كل شيء، لا يشاهد كل شيء يعني باللحظه الواحده يشاهد شيء واحد، الحاسوب موقع واحد بالذاكره مثلا، فلذلك يحتاج خطوات حتى يحل مشكله. فانا هنا ببساطه شوف اجي افكر برمجيا بايش انا افكر بيها، فكر انه هاي على شكل مصفوفه، الحاسوب يفهم على شكل مصفوفه هذه. ليش مصفوفه؟ شوف عندك هنا كم عمود بيها هذه؟ شوف 1 2 3 4 5 6 7، كم صف؟ 1 2 3 4 5 6 7. فهذه حاليا مصفوفة 7 بـ7، 7 صفوف و7 أعمدة، واضحة الفكرة؟ فحاليا شوف سهلت عليك الفكرة انك عملت عرفت انه هاي مصفوفة، لكن شوف تجي الفكرة الأخرى أيضا اللي بيها هذه المصفوفة هاي أيضا. شوف أول شيء تجي على الصفوف بالبداية أنت، فبيها صف صفوف 1 2 3 إلى 7 صفوف. شوف كل صف بينه كم عمود؟ شوف الصف الأول بينه عمود واحد، الصف الثاني بينه عمودين، الصف الثالث 3 أعمدة، الرابع 4 أعمدة، الخامس 5 أعمدة، السادس 6 أعمدة، السابع 7 أعمدة. شوف أكو ارتباط بيناتهم، ارتباط بين الصف والعمود. طبعا أنت كيف تحل المصفوفة وتعمل المصفوفة العادية بشكل طبيعي أنت؟ فأنا ايش أقول له؟ اشرح المصفوفة عادية، المصفوفة إذا مصفوفة ثنائية البعد هذه، طبعا لازم تعرف انه هي مصفوفة ثنائية البعد، هنا صف وأعمدة فثنائية البعد، كيف تحلها؟ ليش يقول لك تعلم أساسيات لغة برمجية هم أفضل؟ فشوف كيف تحلها؟ لازم تكون لوب متداخل، فور متداخل. فنعمل جملة الفور، فور قل له اي من وين تبدي؟ الاي أول شيء الفور راح يكون، الفور البداية راح يكون للصفوف الداخل الأعمدة راح يكون، واضح؟ ليش؟ ليش الداخل للصفوف الخارج؟ ليش الخارجي للصفوف والداخلي للأعمدة؟ لأن أنت عندك صف هنا داخله كأعمدة، شوف الصف الأول هذا داخله عمود واحد، الصف الثاني داخله عمودين، شوف نجمتين، الصف الثالث داخله 3 نجوم، ممكن تعتبرها أعمدة، ممكن تعتبرها بيانات، يعني ممكن تقول لك الصف الأول بينه بيانات نجمة واحدة، الصف الثاني بينه داتا اثنين، بيانتين اثنين يعني نجمتين، أو تقول عمودين وهكذا. فلذلك الأعمدة الصفوف داخلها كأعمدة، فلذلك تعمل فور متداخل. شوف تقول له فور اول واحد الصفوف ايش قد عندنا؟ اي الصفوف ان من 1 إلى 7، يعني عندنا 7 صفوف عندنا هنا. شوف عندنا 7 1 2 3 إلى 7، كم عمود عندنا احنا هنا؟ كم عمود؟ شوف داخل كل صف، داخل كل صف اكو عمود، الحاسوب اكيد يفهمه، انت لازم تفهم مثل ما يفهم الحاسوب وليس مثل ما انت تفهمه. فداخل كل صف هنا كم عمود اكو؟ شوف يعتمد على العامدة. شوف حاليا اذا قلنا مثلا 7 أعمدة، حاليا ما تقول 7 أعمدة احنا، يعني ليش ما 7 أعمدة هي بالحقيقة؟ يعني عندك الصف الاول بينه عمود واحد، الصف الثاني بينه عمودين، الصف الثالث بينه 3 أعمدة. فالاعمدة او البيانات تعتمد على تعتمد على الصفوف، فاكو ارتباط بيناتها، فلذلك ايش هنقول له احنا هنا؟ شوف داخل شيء نقول له، نجي هنا ممكن ما نقول له رو، نقول له مثلا هذه نسميها راو عفوا، يعني صفوف هذه نعملها أعمدة، نسوي مثلا كول ان من 1 إلى، ايش قد نقول له؟ من 1 إلى 7؟ ما ممكن، يعني ما من 1 إلى 7، هي داخل كل صف، كل صف داخله اكو عمود الاول، يعني اكو شيء ارتباط بيناتهم، من الصف الاول عمود واحد، الصف الثاني عمودين، فلذلك اكو اعتماد بيناتهم. فاذا نقول له من 1 إلى الرو، الى الرو هنا، ليش؟ يعني اذا اول واحد كان هنا عندك العمود الاول راح يجي، قلنا شنو تشتغل اللوب الداخلي، فقلنا يكمل الفور الاول بهذه الطريقه، يكمل الفور الاول
ويجي بعدين على الخارجي. فجينا اول مره هنا راح يكون واحد اول شيء. فشوف انا شو نقول له، نقول له برنت اطباق نجمي. ليش؟ احنا فقط نريد نجمي هنا. اشيون شوف جاء الراو الاول اول مره واحد، يعني يفر سبع مرات لينقل من واحد الى سبعه. في اول مره الراو راح يكون واحد. جاء الداخلي الكولش راح يكون من واحد الى اشقد الى واحد ايضا، لان مرتبط بينه من واحد الى واحد. فاذا واحد راح يطبع نجمي وحدي. نجي بعدين ايش يعمل؟ طبعا نجمي وحدي. جاء بعدين علوب الخارجي مره اخرى، اول مره يخلص طبعا نجمي وحدي نزل، قل له برنت ال ان. طبعا فراغ، ليش؟ حتى يطبع النجمي الاولى. شوف طبعا النجمي الاولى بعدين ينزل نغيد، فنقول له فراغ فيطبع فراغ هنا. بعدين يجي ما خلص اللوب الخارجي، يجي علينا بعدين ثاني مره. الايش قصه صارت اثنين، الكول اشقد صارت من واحد الى اثنين، لين صار اثنين. راح يجي اول مره يطبع نجمي، واضح ما ينزل لان بعد ما خلص اثنين. فاذا يجي مرتلق يطبع نجمه اللغ، راح يطبع نجمتين بهاي الحاله. يجي بعدين ينزل مره اخرى برنت، يجي ما خلص هذا، هون ثلاثه راح يكون، وهكذا راح يكون مرتبط بينه. فحاليا اذا طبقنا هذه شوف ببساطه راح يطبع لك مثل هذه اللي عملناها بالضبط. شوف هنا شوف نفس الشيء بالضبط، نفس هذه اللي عملناها الشكل 7 ب7. فهذا التفكير، تفكر خوارزميا بهذه الطريقه. انت لازم تفكر مثل ما يفكر الحاسوب، حتى لو بيها شويه تعقيد لازم تفكر بهذه الطريقه انت. فهنا طبعا الخوارزمية انا ما كتبتوها، انا هاي فكرت بيها انه شلون تكون. انت ممكن تكتبها، ممكن تعمل على شكل مخطط، ممكن باي طريقه تعملها انت. واضح الفكره؟ شوف مثلا تريد خوارزمية لعمل لعبة الشطرنج، يعني طبعا لعبة الشطرنج ممكن تلعب تنعمل بجافا مثلا، تنعمل بكوتلن، تنعمل بأي لغة ممكن. شوف هاي انت اذا فكرت بيها حاليا ما مثل الاشياء البسيطة انك ممكن تعملها بدون خوارزميات معينة. يعني مثلا قلنا خوارزمية السورت انت ما تحتاجها، موجود. يعني هسه شوف انا باللغة البرمجية هنا مثل خوارزمية السورت عندي مثلا، فاجي مثلا اقول var مثلا نيم، عملهم ما مرتبين. المهم اذا قدرت ارتبهم انا ما يحتاج خوارزمية اني حتى ارتبهم بيه، فقط راح اكتب مثلا هنا فقط نيم دوت، شوف اكو سورت، شوف سورت هي راح ترتبهم. فلذلك انا ما احتاج هي الخوارزميات، لكن ممكن اتعلمها حتى يكون كما قلنا عندي ادراك اكبر، عندي ادراك شلون اشتغل شلون اعمل. فلذلك شوف لكن بينما هنا مثلا شوف من تعمل خوارزم هنا من تعمل لعبة الشطرنج مثلا، شوف انت يعني شبه مستحيل انك تخترع خوارزميه جديده. انت ايش راح تعملها؟ فكر بيها، انت ايش راح تبرمجها؟ الخطوات مالها شلون؟ جدا جدا صعبه وجدا معقده، عندك كل قطعه لازم تحركها، كل وحده ايش احتمالات بيها. فلذلك يستخدم عده خوارزميه. شوفونا مثلا يستخدم خوارزميه المين ماكس، لازم هاي تتعلمها حتى تعمل، هاي تتعلق بالذكاء الاصطناعي. فهاي الخوارزميه استخدمها حتى اول ما عمل المخطط، حتى شنو يعرف شنو يبرمج بعدين. فاستخدم هاي الخوارزميه، بعدين استخدمها شوف هاي هنا شنو عملها، شنو الطرق مالك البحث. هنا عمل على شكل سيدو كود ايضا، سيدو كود هنا بعدين والى اخره. بعدين حتى استخدم السيرج الخوارزميه البحث، وكل الخوارزميات استخدمها وعده خوارزميات احتمال اخرى، حتى فقط يكون عنده الفكره انه شنو راح يجي يبدي يعمل لعبه الشطرنج مثلا. وكل الذكاء الاصطناعي، كل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي بينه خوارزميات، اكو بينه عدد كبير من الخوارزميات اللي ممكن تطبقها بالذكاء الاصطناعي. ما ممكن تعملها برمجيا انت اذا ما فهمت الخوارزميه مالها. يعني انت ما مستحيل راح تعمل خوارزميه جديده انت، وحتى اذا عملت ما راح تكون بنفس كفاءه الخوارزميه اللي كنا عملوها. وثاني شيء انت اصلا ليش تكلف نفسك وتهور مثل ما يقول لك اعاده اختراع العجله؟ انت ليش تعيد اختراع العجله مره اخرى؟ ليش تعيد اختراع شيء معين موجود؟ الخوارزميه كنا عملوها وجاهزه وكنا اختبروها وكنت كان جيده جدا كانت عملت، فليش راح تعملها من جديد؟ لا، تعلمها ورجع طبقها فقط. وإذا احتجت تطور راح يكون عندك، إذا أنت مثلا تعلمت على الخوارزميات، أنت ممكن راح يكون عندك إدراك وعندك فقط فهم، بحيث تعمل خوارزميات أنت أخرى أيضا، تطور الخوارزميات الموجودة مثلا. فهذه فائدة الخوارزميات. طبعا راح نكمل إن شاء الله بالدرس القادم، أتمنى يكون هذا مفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.